قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا سبحانه إلى سماء الدنيا إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وإشباهه المراد بذلك سوى ما تستفيده من العقيدة ثمرة ذلك. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه ينزل في ثلث الليل الأخير، معناه ماذا؟ وينادي كما سيأتي، هل من داع، هل من سائل، هل من كذا؟ ما معنى هذا؟ هذا معناه الحظ على أن تكون من القائمين في تلك الساعة. لا ينبغي أن تأتيك تلك الساعة وأنت من جملة الذين من جملة النائمين الغافلين عن دعوة ربهم وعن ندائه. الآن هذا الحديث وأشبهه صار مثارا للنقاش والجدل، هذا يقول شيئا وذاك يقول يختصمان، وبعد ذلك الجميع ينام. إذا نزل ربنا، لا هذا الذي يقول تنزل رحمته وينزل ملكه، ولا هذا الذي يقول ينزل ربنا نزولا يليق به، أكثرهم ينام. فما ثمرة هذا الحديث عندك؟ ثمرته جدال ونقاش وخصومة، أين ثمرته؟ كان الصالحون يفرحون بمثل هذه الأحاديث لأنها تشجعهم على مكابدة القيام في الأسحار. عندما يسمعون هذا الحديث يخفون من فرشهم قائمين متذللين بين يدي ربهم في هذه الأسحار، كأنما يسمعون ربه سبحانه ينادي، هل من سائل فيقولون أنا، فيقول أحدهم هل من مستغفر فيقول أحدهم أنا، هل من داع فيقول أحدهم أنا. عندما يسمعون قول ربهم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فتجدهم الأسحار قائمين مستغفرين مصلين باكين خاشعين متذللين.